اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من صدى الاقلام، نرسل فيها ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. نقرا في موقع الهيانات: القوات الحكوميه تعتقل 36 مواطنا بحملات دهم وتفتيش تعسفي جنوبي تكريت. وفي المدى: قائد عمليات بغداد 10 حالات اغتيال في بغداد خلال شهرين فقط. متصفح في كتابات: الأمم المتحدة: العراق بحاجة ماسة لحكومة غير طائفية برئيس قوي متمكن. ونقرأ في الجزيرة نت: التصعيد بغزة، حماس تتوعد ونتنياهو يجتمع بقيادة الجيش. ونتصفح في العرب الجديد: 3 شهداء بغارات الاحتلال على غزة والمقاومة تردوا بالصواريخ. جاء في القدس العربي: واشنطن تحذر طهران من مغبة إغلاق مضيق هرمز. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: واشنطن تطالب حلفائها بدعمها وبرلين تخشى تغيير النظام الإيراني. أهلا بكم. على من يريد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يضحك بالإعلان عن الأمر أخيرا بإحالة وزيرين سابقين وعدد من المدراء العامين السابقين أيضا فيما يبدو إلى هيئة النزاهة لتحقيق معهم في قضايا فساد إداري ومالي. لا يمكن للسيد العبادي الضحك بهذا على عشرات الآلاف من الشباب والشيوخ العراقيين نساء ورجالا ممن خرجوا إلى الشوارع والساحات في عز الصيف اللاهب للتعبير عن غضبهم وسخطهم وغيظهم ونقمتهم حيال هذه الحكومة والحكومات السابقة كلها وسائر مؤسسات الدولة العليا ورؤساؤها ومسؤوليها الكبار بما تسبب فيه فسادهم الفريد من نوعه من خراب عام ودمار شامل في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للعراقيين جميعا بكل قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم. هكذا كتب عدنان حسين في المدى العراقي. السيد العبادي، على مدى السنوات الأربع الماضية أوجعت لنا رؤوسنا وألمت آذاننا الوسطى والداخلية بتعهداتك ووعودك المتكررة بالإصلاح ومكافحة الفساد، وها هو جبلك يتمخض أخيراً فيلد فأراً. 3 وزراء سابقين وثلاث أو أربع دزينات من المسؤولين الآخرين، ربما معظمهم قد فروا بالجمل وما حمل إلى خارج البلاد. مكافحة الفساد لا تكون بطريقة التنقيط بالقطارة، إما أن تكافحه باستراتيجية تامة وكاملة وواضحة ومحددة لا تستثني أحداً حتى لو كان من حكومتك الحالية أو من حزبك، أو اترك المهمة لغيرك معترفاً بعدم قدرتك على المكافحة وعلى الإصلاح فتريح وتستريح. هذه الطريقة في المكافحة المحدودة والانتقائية وربما المسيسة أيضاً لا تفيد ولا تنفع ولا تداوي ولا تعالج، ولن تستطيع بها أن تضحك علينا. إنك في الواقع تدفعنا للضحك على بؤس هذا النمط من التفكير. الذين تظاهروا في البصرة والناصرية والعمارة والسماء والديوانية والنجف وكربلاء والحلة حتى الكوت وبغداد وتوابعها من الأقضية والنواحي والقرى، كان جزاؤهم وهم يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي أن يرسل إليهم السيد العبادي ومساعدوه العسكريون والأمنيون قواتهم المدججة بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتقتل 14 متظاهرا وتصيب مئات آخرين بالمشاركة مع عناصر الميليشيات التي لم تخضع يوما لسلطة السيد العبادي إطلاقا. الشعب قال لا للأحزاب المحاصصية. بهذا العنوان بدأ الكاتب طارق الجبوري مقالته في صحيفة الزمان العراقية، فالكل يتفق على شراسة وهمجية الممارسات التي تعرض لها شعبنا منذ الاحتلال وإلى الآن.
حيث الفوضى والقتل والتهجير وغياب القانون وانتهاك الحقوق والحرمان من أبسط الخدمات وغير ذلك من السياسات التي تجرع مرها المواطن المسكين. لماذا فشلت مخططات تيارات سياسية هيمنت على السلطات كلها نشر ثقافات غريبة تسلب المواطن أعز ما يملك وهو حب الوطن؟ أسئلة مثل هذه باتت تقض مضاجع العملاء وأتباعهم، بل إن الكثير منهم يتجاهل كل الحقائق ويحاول ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية، وهو يرى الشباب المتظاهرين في بغداد وعلناً يصرخون ويهتفون عراقية وطنية ولا لا للطائفية، شعارات وهتافات مدوية ترفع وتقال بعفوية متناهية تؤكد أن الطائفية سياسية وأن مصير من حمل رايتها إلى زوال لا محال. إن مثل هذه المواقف العفوية من المواطنين التي بدأت تتصاعد يوماً بعد آخر وعلى بساطتها تحمل دلالات رائعة ومفرحة، من بينها سقوط أقنعة الأحزاب الطائفية بجميع ولاءاتها ورفض الجماهير لأكاذيبهم وافتراءاتهم ودعواتهم المضللة والمخادعة لتمزيق وحدة الشعب، وأن الإرادة الشعبية كفيلة بإنهاء الأحزاب المحاصصتية. التظاهرات وارتفاع الوعي للمتظاهرين تؤكد الإيمان المتأصل في النفوس بالقيم الأصيلة، خاصة وسط الشباب الذي صار يهتف بأعلى صوته رافضاً الأحزاب الإسلاموية جميعها التي عليها أن تدرك أن حبل كذبها انقطع وما عليها غير الرحيل، فبعد ذلك لا ينفعها ندم فقد قال الشعب كلمته. لذا فرغم كل ما قيل ويقال عن هذا الشعب المضحي الصابر، فإن التمحيص والتدقيق في طبيعة ما تعرضنا له من حملات تضليل تجعل كما يفترض الكل يقف منبهرا عن مدى صبره وتلك القدرة الخلاقة والأسطورية لأبناء العراق، وهم يقاومون الطائفية ويرفضون كل فتن ودعوات التفرقة والتمزق التي اجتهدت الأحزاب الطائفية لزرعها في مجتمعنا طوال تلك السنين. دخلت الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات جنوبية أخرى للمطالبة بالخدمات وتحسين المستوى المعيشي شهرها الثاني. تقرير لصحيفة العرب الجديد عن التظاهرات الشعبية في العراق. على الرغم من تسويف السلطات العراقية للاستجابة لمطالب المتظاهرين واستخدام القوات العراقية ضد المحتجين، إلا أن مظاهر الاحتجاج ما تزال مستمرة خصوصاً في البصرة جنوباً. ويؤكد أحد زعماء القبائل المشتركين في احتجاجات البصرة أن حاجات البصريين لا تقتصر على التعيينات، لذا فإن المطالب ستكون ذات مستوى عالٍ، مشيراً في حديث للعرب الجديد إلى أن البصرة هي المزود الرئيس لميزانية العراق نتيجة بيع كميات كبيرة من النفط يومياً. وأوضح أن مرحلة التظاهرات لن تستمر طويلاً وأن الاحتجاجات ستتحول قريباً إلى اعتصامات دائمة إلى حين تحقيق المطالب. في غضون ذلك دخل اعتصام محافظة المثنى جنوب العراق يومه 11 في ظل تجاهل تام من قبل السلطات العراقية للمعتصمين. وتضيف الصحيفة، المعتصمون والمحتجون لم يطالبوا بأمور شخصية، مطالب المعتصمين واضحة ولا تحتاج الكثير من التفكير للاستجابة إليها. نحو إيران، أمريكا تتمنى أن يجنن النظام الإيراني فيغلق مضيق هرمز لتكون هي القشة التي ستقتل البعير. بالمقابل تتجدد المظاهرات في طهران ومدن إيرانية مختلفة مع وقوع اشتباكات بين الحرس الثوري والمتظاهرين. هذا ما كتبه إبراهيم الزبيدي في مقال له بصحيفة العرب اللندنية. فالعقوبات الأمريكية ستضيف آلاما جديدة إلى آلام الجماهير الفقيرة الإيرانية الواسعة. ويبدو أن القادة العسكريين الإيرانيين المتشددين انطلاقاً من معرفتهم اليقينية بأسرار البير الإيراني وغطاه لم يجدوا ما يهددون باستخدامه لردع أمريكا وحلفائها سوى غلق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة في البحر الأحمر،
رغم أن العقوبات سوف تضيف آلاماً جديدة إلى آلام الجماهير الإيرانية، فهي أيضاً ستثبت لها أن فشل النظام في سياساته الخارجية هو الذي تسبب في فشله في سياساته الداخلية، وهذا وحده دليل آخر على إحساسهم بجدية المخاطر التي تحيق بنظام الولي الفقيه. ومجدداً لابد من التأكيد على أن مثل هذا الفعل الانفعالي الانتقامي لو حدث لن يضر أمريكا وحلفائها إلا بأقل القليل، ولن ينفع النظام بشيء بقدر ما سيكون المبرر الواقعي المشروع لاستخدام القوة العسكرية ضد مفاصل عسكرية مهمة للنظام باسم الدفاع عن النفس والمصالح وجره إلى مواجهات عسكرية لا يقدر على تكاليفها العسكرية والاقتصادية، خصوصاً وهو في عز انشغاله الداخلي بإطفاء الحرائق في مدنه وقراه ومنع الطوفان الجماهيري الغاضب من الإجهاز عليه وإسقاطه في النهاية. أن من غير المؤكد أن تؤدي العقوبات الأمريكية إلى إسقاط النظام أو حتى إلى إجباره على تغيير سلوكه العدواني كما دأب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ودفاعه ومستشاره للأمن القومي على تكرار ترويجه، ولكنها بالمؤكد وبكل المقاييس والموازين سوف تشغل النظام بأمنه الداخلي بحسب الكاتب. لم تتخيل إيران يوماً يصبح فيه تمركز ميليشياتها مرتبطاً بقرار إسرائيلي، ظنت أنها تتقاسم القرار مع الروس في كل ما يتعلق بسوريا وإنها شركتهم في التصرف بورقة بشار الأسد، أو أن الأخير سيتمسك بتحالفها معها في أي حال من الأحوال، ولو عاد الأمر إليه فإنه لا يمانع اللعب بكل الأوراق معه. الروسية والإيرانية والإسرائيلية بهذه الافتتاحية استهل الكاتب عبد الوهاب بدر خان مقاله في صحيفة الحياة. لم يكن مستغرباً التفويض الأمريكي لروسيا، خصوصاً أنه أرفق بضمانات صلبة مشتركة لأمن إسرائيل، ثم إن ترامب كان ولا يزال مهتماً بالانسحاب من سوريا وبعدم إنفاق أموال حيث لا مصالح لأمريكا، كما أنه لا يبالي بشروط الحل السياسي ولا بمصير بشار الأسد ولا بمصير السوريين، ويعتبرها شؤوناً متروكة للروس. كل ما تفعله الإدارة الأمريكية أنها تنبه من حين لآخر إلى أن إعادة الإعمار مرتبطة بعملية شاملة تتضمن انتخابات بإشراف الأمم المتحدة وانتقالاً سياسياً، وهذا ما جددت التذكير به أخيراً مركزة على عملية جنيف. وإذ يترك الأمريكيون بوتين يتصرف كما يشاء، فإنهم يعتبرون اعتماده على الإيرانيين والأتراك جزءاً من التفويض وليسوا مضطرين لمشاركته فيه. مع ذلك لا يجهل الأمريكيون أن الروس بنوا استراتيجيتهم السورية وطبقوها على أسس غير متوازنة ولا يمكن أن تؤدي إلى النتائج التي يسعون إليها اليوم. إنهاء الصراع الداخلي، إخضاع الشعب، حل سياسي محوره الأسد ونظامه، عودة اللاجئين، وإعادة الإعمار بتمويل غربي. روسيا غير واثقة في أن حلها في سوريا يشق طريقه، لأنها ببساطة غير راغبة وغير قادرة على الاعتراف بأخطاء النظام. كثر الحديث الإعلامي حول زيارة وفد حركة حماس من الخارج إلى قطاع غزة وما يترافق معها من جهود ومباحثات دولية وأقليمية من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم يستمر لفترة غير قصيرة أو تهدئة طويلة تمتد لسنوات في مقابل رفع الحصار بشكل كامل أو تدريجي. عن هذه المفاوضات كتب رضوان الأخرس في العرب القطرية. الوقت سيف مشرع في وجه قطاع غزة، حيث تتدهور الأوضاع يوماً بعد يوم وتزداد سوءاً، ويزداد التململ الداخلي مع انقسام الآراء حول التوجه الأمثل لمواجهة الكارثة الإنسانية. شريحة واسعة تنظر إلى المواجهة الواسعة نظرة المخلص، ويزداد اعتقادها بأن ما يجري من مباحثات مجرد منورات سياسية لكسب الوقت. والاحتلال يتحضر لتنفيذ ضربة غادرة ضد القطاع، والأجدى هو المبادرة وإيقاف طاحونة الاستنزاف السلبية. ويرى آخرون أنه من الضروري التعاطي إيجابياً مع المبادرات القائمة والذهاب معها إلى أبعد الحدود دون الرضوخ لعامل الوقت.
ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن الأحاديث عن انفراجات قريبة وتهدئة لم يتوقف منذ 3 سنوات تقريباً. عاشت غزة فترة عصيبة من اللاحرب واللاهدوء، كانت بمثابة حرب غير صاخبة خلال السنوات الأخيرة، وكان المطلوب الاستسلام والتخلي عن القوة لحل حالة الأوضاع، ما يعني معادلة الأمن مقابل الغذاء. أما اليوم فالمعادلة التي تعمل المقاومة على ترسيخها هي الهدوء مقابل الحياة الكريمة، فلا هدوء مجاني. ويضيف الكاتب: ترى المقاومة وتحديدا حركة حماس التي تحتفظ بالجنود أن هذه القضية منفصلة عن غيرها من القضايا، وتشترط إطلاق سراح أسرى خرجوا في صفقة وفاء الأحرار، وأعاد الاحتلال اعتقالهم قبل الشروع بصفقة تبادل جديدة. بعيداً عن السياسة، بدأت طائرات مروحية تابعة للجيش السويسري بنقل مياه إلى آلاف الأبقار العطشة جراء جفاف وموجة حر تجتاح أغلب أرجاء قارة أوروبا، وتدلت حاويات بلاستيكية حمراء كبيرة مملوءة بالماء من طائرات مترا سوبر بوما لتبدأ بنقل المياه إلى مزارع في سفوح جبال جورا وجبال الألب. وأوضحت السلطات أن نحو 40,000 بقرة ترعى بالصيف في مراع مرتفعة بولاية فوكونتون بغرب سويسرا، وتحتاج كل منها ما يصل إلى 150 لترا من الماء يوميا. وأضافت أنه تم ملء حوضين كبيرين بالماء للسماح للمزارعين بتعبئة خزانات شاحناتهم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.